أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص. سنناقش واقع مهنة قيل أنها مهنة المتاعب، إلا أن متاعبها ومشاكلها يبدو أنها لا تعد ولا تحصى. كيف يمكن إذن تقييم واقع المشهد الإعلامي بالمغرب عموما وبجهة طنجة تطوان على الخصوص؟ ما هي أبرز المشاكل والتحديات التي يعاني منها القطاع؟ وما السبل الممكنة لتنظيف بيته الداخلي من متطفلين ومرتزقة يدعون أنهم يمارسون الصحافة وهم منها براء؟ ثم ما هي الإضافات الجديدة التي جاءت بها المدونة الجديدة للصحافة والنشر؟ سنناقش هذا الموضوع مع ضيفنا اليوم الأستاذ إبراهيم الشعبي، مدير المديرية الجهوية لوزارة الاتصال بجهة طنجة تطوان. شكرا لكم أستاذي على قبول الدعوة وعلى كرم الضيافة. الشكر لكم، وأنا ممتن لزوم سبعة وحضوركم يشرفنا هنا في هذه المديرية الجهوية للاتصال بجهة طنجة تطوان. الشرف لنا أستاذ. ربما السؤال الأول الذي أريد أن أطرحه عليك، باعتباركم سبق وأن أنتم ابن الميدان، ميدان الصحافة بالمغرب، وقبل أن تتولوا المسؤولية التي أنتم يعني على عاتقكم الآن، كيف تقيمون المشهد الإعلامي بالمغرب عموما وخاصة بجهة طنجة تطوان؟ شكرا لكم وشكرا لقناة زوم ست على حضورها وعلى اهتمامها وعلى مهنيتها أيضا. أعتقد أن التقييم العام الذي يمكن أن يقوم به مهني يمارس الآن إدارة الإعلام والاتصال بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أعتقد أن شخصيا أرى يمكن أن نقول أن الإعلام والاتصال بالمغرب بخير مقارنة مع ما كان في سنوات السبعينيات والثمانينيات. صحيح يمكن أن نتحدث عن نواقص، عن مؤاخذات من هذا الطرف أو ذاك ومن هذا الجانب أو ذاك، ولكن عموما أعتقد أن الإعلام المغربي سواء كان سمعيا بصريا مكتوبا أو رقميا يوجد بصحة جيدة إذا ما قارناه بالسنوات الماضية. ما هي أمارات وعلامات هذه الصحة الجيدة؟ العلامات الجيدة لهذه الصحة الجيدة أن الإعلام، سأبدأ بالإعلام السمعي البصري الذي كان محتكرا من طرف الدولة المغربية منذ أزيد من 70 سنة، منذ صدور ظهير 1924 إلى حدود 2002 كان السمعي البصري محتكرا من طرف الدولة المغربية. ابتداء من سنة 2002 تم رفعة الاحتكار وأعطيت وفتح الباب لإذاعات ولقنوات خاصة. صحيح لدينا الآن العديد من الإذاعات وقناة تلفزية خاصة واحدة. على مستوى الورقي أيضا كان يمكن أن أقول أن الصحافة الورقية لا أدعي أنها كانت محتكرة من طرف الأحزاب المغربية، ولكن كانت هناك الصحافة الحزبية، كانت صحافة قوية، ولكن ابتداء من أواسط التسعينيات القرن الماضي بدأت صحافة مستقلة أعطت الكثير لعالم ولفضاء السمعي، عفوا لفضاء الصحافة الورقية بالمغرب. لا ننسى أيضا أن الآن نشهد طفرة نوعية للصحافة الرقمية، هناك من يقول أن بالمغرب أزيد من 400 موقع رقمي داخل موزع في ربوع المملكة المغربية. أعتقد أن هذه الجوانب جيدة. أستاذ عودا على المقاطعة، ولكن هل العبرة فقط بالكم؟ صحيح أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية، العديد من الصحف التي تنشر، لكن الكيف يعني جودة هذا المنتج؟ صحيح أن يقنع المواطن المغربي. أتفق معك، العبرة ليست فقط بالكم، في غالب الأحيان نبدأ بالكم وبعد ذلك نبحث عن الجودة، ولكن عندما أقول أن الدولة المغربية حررت السمعي البصري وأعطت وفتحت الباب للقطاع الخاص، الآن ما نسمعه في الإذاعات الخاصة أنا شخصيا لم يكن يخطر ببالي مغربيين أو مهنيين في سنوات الرصاص، في سنوات الخمسينيات والستينيات والسبعينيات. هذا على مستوى الكيف. أيضا على مستوى الصحافة الورقية، منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي ما يكتب في الصحافة الورقية من طرف مهنيين المغاربة لم يكن يكتب في السنوات التي خلت. الصحافة الرقمية أيضا الحرية التي تمتاز بها الآن إلى درجة أن يمكن أن بعض المسؤولين أو بعض المهنيين يصفوها بالفوضى.
صحيح أننا ننتظر قانونا منظما لهذه المهنة، مهنة الصحافة الرقمية، ولكن الحرية التي تتمتع بها اليوم الصحافة الرقمية نموذجية بالمقارنة مع العديد من الدول العربية والإفريقية. طيب، ربما هذه الإضافات الجديدة التي تحدثت عنها دعنا نقول أنها ربما مستحسنة، لكن ما هي الإشكالات التي لا زال يعاني منها القطاع بالمغرب بعيدا عن الكم؟ هناك العديد من القنوات، العديد من الإذاعات الخاصة، لكن الإشكال الحقيقي الذي يتخبط فيه القطاع؟ أعتقد من بين الإشكالات الأساسية التي يتخبط فيها القطاع سواء على مستوى السمع البصري الورقي، ولا أتحدث عن الرقمي، إشكال المقروئية وإشكال التنظيم القانوني. صحيح أن قانون 1958 الذي ينظم مهنة الصحافة والنشر بدأ كما كان يقول بعض فقهاء القانون بدأ مثاليا، ولكن بعض الأحيان ولكن تلته تعديلات ربما لم تكن في المستوى الذي ينتظره المهنيون المغاربة. لذلك تم التفكير في مدونة جامعة شاملة لقوانين الصحافة تقطع مع بعض المقتضيات التي ربما لا أقول أساءت، ولكن اعتبرها المسؤولون إعلاميون مغاربة أنها متخلفة، وبالتالي ربما كانت من بين القوانين التي أساءت لصورة المغرب لدى المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة مراسلين بلا حدود التي تضع المغرب للأسف في مراتب متدنية في ما يخص الصحافة، حرية التعبير والصحافة ببلادنا. أستاذ شابي، سبق وأن حضرتم مؤخرا تقديم مشروع مدونة الصحافة والنشر هنا بطنجة التي قدمها وزير الاتصال. ما هي الإضافات الجديدة التي جاءت بها هذه المدونة للمجال الإعلامي بالمغرب؟ أعتقد أن مقارنة أولا مع القانون الحالي اللي هو قانون 58 الذي عدل في 2002 هناك إيجابيات كثيرة. لا أقول أنه مشروع مدونة نشر والصحافة ملائكي، ولكن في إيجابيات. من بالإيجابيات الأساسية أنه قانون خالي تماما من البنود السالبة للحرية. القانون الحالي يتضمن 21 فصل سالب للحرية. أيضا أن الحجز والحجب والتوقيف والمنع للصحافة الورقية وكذلك المواقع الإلكترونية كانت بيد السلطة التنفيذية، كانت وزارة الداخلية وبعض الحين وزارة الاتصال أيضا تتدخل في هذا الشأن. اليوم أو في هذه المدونة لا يمكن لأي سلطة تنفيذية أن تتدخل في منع أو حجز أو توقف أو حجب موقع إلكتروني من طرف السلطة التنفيذية وزارة الداخلية أو غيرها. اليوم هذه القضايا تعطى حصريا، تمنح حصريا لوزارة العدل وللعدل فقط. هذه من بين المزايا الكبرى التي جاءت بها مدونة نشر والصحافة. أيضا أضيف أن من بين مستجدات هذه المدونة أنه أتى بباب خاص بالصحافة الرقمية، جاء أيضا بمستجد أساسي. أعتقد أنه لا يوجد لا في الدول العربية ولا حتى في العديد من الدول الإفريقية أنه أتى بمجلس وطني للصحافة، بمعنى أن المهنيون الصحفيون الناشرون هم الذين سينظمون هذه المهنة بأيديهم. لأول مرة في تاريخ الدولة المغربية تخرج نهائيا وزارة الاتصال من تنظيم المهنة، حتى بطاقة الصحافة ستمنح من هذا المجلس الوطني للصحافة الذي يتضمن 21 عضو، 7 أعضاء سينتخبون من طرف المهنيين الحاملين بطاقة الصحافة، 7 أعضاء ثانيين سينتخبون من طرف الناشرين المغاربة، و7 موزعين على مجموعة من الهيئات المدنية الحقوقية والهيئات النقابية العاملة في الميدان. طيب، على ذكر الصحافة الرقمية، تحدثنا مؤخرا حول ما يسمى بالكتاب الأبيض الذي جاء لتنظيم هذا المجال. أين وصل المشروع، وهل بإمكانه صراحة أن ينقذ يعني مجال الصحافة الإلكترونية بالمغرب؟ أصبحنا نشاهد مواقع إلكترونية تتكاثر بشكل كبير جدا لكنها تفتقد لقواعد الممارسة المهنية الحقيقية للصحافة، يعني أصبح منهب بودب يخلق يعني موقعا إلكترونيا ويقول لك أنا صحافي. جيد، أولا صحيح بالنسبة
الكتاب الأبيض لم يأتي لتنظيم المهنة، الكتاب الأبيض جاء فقط لتأهيل المهنة، لتأهيل الصحافة الإلكترونية، أما تنظيمها قانونيا فهو في باب من أبواب الصحافة والنشر داخل مشروع مدونة النشر والصحافة. هذا الكتاب الأبيض أتى بآليات لتأهيل العاملين بالصحافة الإلكترونية، أتى أيضا أجاب عن تحديات الاقتصادية، تحديات اللوجستيكية، تحديات التنظيمية، تحديات المهنية، تحديات الاقتصادية التي تعاني منها أو ستعاني منها مستقبلا الصحافة الرقمية. أما تنظيمها القانوني فهو في باب من أبواب قانون الصحافة والنشر. أعتقد أن مستقبلا المواقع الإلكترونية ستكون أكثر تنظيما، باعتبار أن الصحفيون بصفة عامة سواء كان يعمل في صحافة ورقية سمعية بصرية أو رقمية سيكون مضطرا لممارسة هذه المهنة أن يكون حاملا لإجازة أو دبلوم معادل لهذه الإجازة، بمعنى هذه الفوضى لكل من هب ودب أن يشتغل في هذه المهنة ستنتهي بصدور بالمصادقة على هذا على هذا على هذا القانون. هل يزعجكم تكاثر المتطفلين على الميدان؟ نجد يعني أشخاص يمارسون لهم مهن أخرى، مثلاً لا أريد أن يعني أذكر مهنة معينة، ولكنهم يعني تجدهم رغم ذلك يقتحمون المجال لأغراض معينة للارتزاق ربما. صحيح أنه أو الأشياء من هذا القبيل. صحيح المتطفلون يوجدون في جميع المهن، لكن بالصحافة أعتقد أنه بشكل لا أكيد لا يعد ولا يخفى. أكيد، وحتى نركز كلاما على الصحافة، صحيح أن أي مهني يزعجه متطفل، أعتقد لا يمكن أن نكون مع متطفلين. نحن نتحدث عن صحفيين مهنيين معتمدين عاملين بشكل قانوني ومنظم في هذه المهنة. أعتقد أن القانون يجب أن يسري مسراه بالنسبة لمنتحلي صفة الصحفي، بالنسبة للمطفلين على المهنة بصفة عامة. أعتقد أن هذه المهمة موكولة لمن؟ موكولة أولا لوزارة العدل، موكولة للنقابات والهيئات المهنية العاملة في الميدان لتأهيل المهنة ولمحاربة المتطفلين والعاملين بشكل غير منظم داخل هذه المهنة. نحن وزارة الاتصال لا يمكن أن تكون دركيا، وزارة الاتصال تضع الإطار العام القانوني بالنسبة للصحافة الرقمية والصحافة الورقية، وتضع أيضا دفاتر تحملات بالنسبة للصحافة السمعية البصرية، ولا يمكن أن تكون دركيا لمحاربة هذا أو ذاك، ولكن هناك آليات قانونية بيد وزارة الداخلية وبيد وزارة العدل والحريات وأيضا بيد النقابيين العاملين في هذا الميدان اللي موكول لهم هذه المهمة ديال محاربة ديال المتطفلين كيفما كان هذا المتطفل سواء داخل طنجة في جهة طنجة تطوان أو في باقي جهات المملكة. أنتقل معكم مباشرة إلى الشق المتعلق بجهة طنجة تطوان. دائما نحن نتحدث عن مشروع الجهوية، وبالتالي مجال الإعلام والصحافة أيضا مضطر أن يواكب هذا المشروع وأن يكون هناك صحافة جهوية حقيقية بالمعايير المطلوبة، وإن كان ربما هناك مجموعة من التحديات التي يواجه هذا المجال. ما هي يعني المجهودات المبذولة من طرفكم لتأهيل هذا القطاع بجهة طنجة تطوان، سواء على مستوى الصحافة الإلكترونية على الخصوص أو الصحافة الورقية؟ كما قلت في البداية أن صحيح المديرية الجهوية للاتصال بجهة طنجة تطوان تقوم ببعض المجهودات، ولكن دائما جهة واحدة لا يمكن أن تقوم بتنظيم المهنة. كنا نتمنى منذ أن بدأنا العمل في هذه الجهة في شتنبر 2012 بشراكة مع منظمات ونقابات مهنية، بشراكة أيضا مع السلطات المحلية، بشراكة مع منتخبين. للأسف شخصيا أقولها، لم ألقى لحد الآن التجاوب الذي كنت أنتظره للتعامل مع هذه الجهات مجتمعة. لا ننسى أن المبادرة التي قامت بها وزارة الاتصال منذ أبريل 2010 بخلق مديريات جهوية، بعشر مديريات جهوية على مستوى جهات المملكة من حسيمة إلى 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 وادي الذهب القويرة. إذن هذه المبادرة بدأت في إطار ما يسمى الآن بالجهوية الموسعة أو المتقدمة. يجب أن أضيف أيضا أننا نشتغل إلى حدود اليوم بدون ميزانية. هناك اجتهادات
نقوم بها هنا أو هناك من خلال لقاءات إشعاعية سواء بطنجة أو بتطوان أو بأصيلة أو ببعض المدن التابعة لجهة طنجة تطوان. أما مستقبلا إذا ما توفرت الوسائل المادية وتوفرت أيضا النيات الحسنة للاشتغال، أعتقد أننا سنقوم بما يجب أن نقوم به في جهة كانت دائما رائدة في مجال الإعلام والاتصال، في جهة تتوفر على عدد كبير من الصحف الجهوية، تتوفر أيضا على عدد كبير من الصحافة الرقمية. أعتقد أن لو توفرت الوسائل المادية ولو أتيح العمل مع نيات صادقة أيضا في هذه الجهة، إضافة إلى القوانين الثلاثة المدرجة في مشروع مدونة النشر والصحافة، أعتقد أن مستقبلا إن شاء الله يمكن أن نحلم بجهة رائدة متقدمة في فضاء الإعلامي سواء داخل الجهة أو على مستوى الوطن. طيب، باعتباركم باحثين في المجال، سبق وأن صرحتم بخصوص خلق بيت صحافة هنا بطنجة أنه ربما تهيمن عليه جهات معينة، ماذا تقصدون بذلك؟ لم أقل قط بأنها بيت الصحافة تهيمن عليه جهة معينة. سأكون واضحا مباشرا ودقيقا في مسألة بيت الصحافة. بيت الصحافة فكرة ديال فرع النقابة ديال النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان. صاحبة مشروع النقابة الوطنية للصحافة المغربية وخاصة فرعها بطنجة، هذا وزارة الاتصال إضافة إلى العديد من المؤسسات العمومية ساهمت في تمويل هذا بيت الصحافة. هذا البيت الصحافة الذي حظي منذ البداية برعاية جلالة الملك، وقام أيضا بتدشينه، وكما سأستعير كلمة أو صيغة استعملها الصديق والزميل سعيد كبريت بافتتاح سخي لبيت الصحافة. شخصيا أعتبر بيت الصحافة معلمة سواء داخل طنجة أو في المغرب، بيت الصحافة المعلمة الوحيدة التي توفر عليها المغرب. طيب، حتى نتحدث ربما عن قطاع إعلام حقيقي بمقومات ومؤهلات حقيقية وبصحفي على الخصوص الذي يمثل المهنة، صحفي يعني يتوفر على مبادئ وعلى قواعد الممارسة المهنية، هذه المسألة تحيلنا مباشرة للحديث عن التكوين الإعلامي بالمغرب. أنتم صحفيون، هل تعتبرون أن ما يتوفر من تكوينات في هذا المجال كافية، وليس فقط من ناحية الكمل، كيف أيضا نشاهد يعني يوجد مجموعة من التكوينات التي تفتقد المعايير الحقيقية للتدريس في بخصوص هذا الموضوع، ما تعليقكم؟ صحيح، فيما يخص التكوين الصحفي للأسف أقولها للأسف الشديد بالمغرب مؤسسة تكوينية عمومية وحيدة التي مرت من مراحل ثلاثة، بدأت في ستينيات القرن الماضي باسم مركز سيفجي، مركز تكوين الصحفيين، وبعد ذلك انتقل للمعهد العالي للصحافة والآن يسمى ليزيك، المعهد العالي للإعلام والاتصال. ما أعيبه شخصيا عن المعهد الذي درست به في ثمانينيات القرن الماضي وأنه يركز بشكل كبير على الجانب النظري. التكوينات التي خلقت من بعد في المعاهد الخاصة وحتى في الشعب داخل كليات وجامعات داخل المغرب يغلب عليها الجانب النظري. أعتقد أنه الجانب النظري غير كافي، والدليل أن العديد من خريجي المعاهد الخاصة أو الشعب في ماسترات أو في الإجازات المهنية في الكليات والجامعات المغربية يفتقدون للتطبيق، للمسألة التطبيقية داخل المؤسسات التي يشتغلون بها، بمعنى أن مشكلة التكوين مشكل كبير داخل المغرب. أتمنى مستقبلا أن ننتقل من الجانب النظري للجانب التطبيقي سواء على مستوى المعهد الوحيد الذي يتوفر عليه المغرب بالعاصمة الرباط أو في المعاهد الخاصة المنتشرة هنا أو هناك داخل ربوع المملكة المغربية. طيب، ربما أن الوقت يداهمنا، اللقاء معك يا شيق أستاذ إبراهيم. أريد أن أسألكم أستاذ إبراهيم حول مسألة انتقالكم من ممارسة مهنة الصحافة إلى مهنة إدارية، هل مسألة الانتقال كانت سهلة بالنسبة لكم؟ أعتقد المسألة لم تكن سهلة. أنا شخصيا كنت أكتب وأتحدث بشكل
حر أكثر عندما كنت مهنيا. بدأت مهنة الصحافة بالضبط في سنة 1987، تحملت مسؤولية الإدارة منذ سنتين. صحيح ربما ذلك تلك المشاكسة، ذلك الشغب القديم لا زال مستمرا في بعض الأحيان، وهذه من المآخذ التي تؤخذ علي حتى وأنا أمارس مهنة أمارس الإدارة داخل طنجة تطوان. صحيح لكل، أعتقد لكل جانب إكراهاته، الجانب الإداري له أيضا إكراهاته، ولكن أنا كنت مرتاحا أقولها بصراحة عندما كنت صحفيا. وأنتظر، لا أقول أنتظر، أعتقد أن سأعود قريبا إن شاء الله إلى ممارسة مهنة الصحافة بالشكل الذي كنت أمارسه من قبل. هل تفكرون في الاستقالة؟ أعتقد لا أفكر في الاستقالة، ولكن أعتقد أن الظروف التي نشتغل فيها للأسف سأقولها بشكل واضح لا تشجع ولا تساهم في الاستمرار في ممارسة الإدارة بالشكل الذي نمارسه الآن. أنتظروا إجابات وأنتظروا ردود إيجابية عملية فعلية من طرف المعنيين حتى يمكن أن نستمر بالشكل الذي يجب أن نستمر، لأن هناك انتظارات كبيرة داخل هذه الجهة، كما أن هناك انتظارات أيضا في باقي جهات المملكة التي توجد بها مديرية جهوية للاتصال. أعتقد أن غيرتنا على وطننا، غيرتنا على مهنتنا هي التي تدفعنا لأن نقول ما نقول ونصرح بما نصرح. أعتقد أن هذه الغيرة التي أعتقد أن من يحب وطنه يحب مهنته يجب عليه أن يقول الحقيقة. إخفاء الحقيقة مساهمة في أن تبقى المهنة على ما هي عليها وأن يبقى الوطن على ما هو عليه. طيب بكوني أيضا مبتدئة في مجال الصحافة والإعلام، أنتم ما شاء الله لديكم خبرة كبيرة في هذا المجال، أريد منكم نصيحة لكل من يريد أن يقتحم هذا المجال، مجال الإعلام، ماذا تريدون أن تقول؟ سأقول أنا شخصيا أقول أن يعتمد على التكوين، أن يكون نزيها صادقا، وأن يكون مهنيا موضوعيا مستقلا. صحيح أن هذه عبارات وأشياء ربما قد تبدو حلما وقد تبدو أيضا ليست في متناول أي أحد، ولكن أعتقد أن الصحفي الحقيقي يجب أن يكون مهنيا وموضوعيا وصادقا في كلامه، وأيضا أن يكون قارئا ومتتبع لكل ما يجري سواء داخل الوطن أو خارج وطنه. أستاذ إبراهيم الشعبي مدير المديرية الجهوية لوزارة الاتصال بجهة طنجة تطوان، نشكركم جزيلا على هذا الحوار. الشكر لكم وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في عملكم، وأنتم رغم أنكم ما زلتم شبابا ولكن لاحظت أن هناك عملا مهنيا وعملا متميزا، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في عملكم. شكرا لك أستاذ. أما أنتم مشاهدين نشكركم أيضا على حسن المتابعة، إلى لقاء آخر من لقاءاتنا الخاصة، في أمان الله.